نسعد أن نستضيف السيد عبد الوهاب الراضي رئيس الاتحاد العراقي للناشرين. أهلا وسهلا بك معنا في ضفاف. إذا جهود مكثفة بذلت للترويج عن دورة هذا العام من معرض بغداد الدولي، هل حققتم ما كنتم تصبون إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على تقديرنا لهذه القناة المتميزة حقيقة في تقديم ما هو أجمل وأفضل عن الثقافة بشكل عام، الثقافة العراقية. يعني تدرين طموحنا كبير جدا، وربما ليس لا يقف عند سقف معين، نحن نأمل دائما بالأفضل والأجمل. حسب ما نتصور نحن هذه السنة قفزنا قفزة يعني إيجابية جدا نحو إضافات معينة إيجابية تسهم في تطوير وتقديم الأفضل إلى المثقف العراقي وإلى الجمهور العراقي وكذلك إلى الناشرين المشاركين في هذا المعرض. بالتأكيد هناك بصمات إيجابية كثيرة للدولة وللدور المشاركة وكذلك إلى إدارة أو إلى اللجنة المنظمة لهذا المعرض. طب يعني أنت في قلب المعرض، أخبرنا قليلا عن الأجواء، هل الحضور كثيف؟ ما المختلف هذه السنة عن السنوات الماضية؟ يعني للأمانة الحضور لم نكن نتوقع مستوى الحضور الجماهيري إلى أرض المعرض من الساعة الأولى لافتتاح أبوابه. طبعا هذا مؤشر إيجابي جدا. نعم طبعا. أن الشعب العراقي شغوف، شغوف لأن يرى ويشاهد ويقلب ويقتني ما هو جديد من إنتاجات عالمية مشاركة من 15 دولة عربية وأجنبية إضافة للعراق، وكذلك هناك مؤسسات بحثية كثيرة عرضت نتاجها على أرقة هذا المعرض. وهل هناك بعض المقاطعات من بعض دور النشر مثل ما حدث في السابق؟ دور يعني النشر لم يكن العراقية هناك مقاطعات. نحن أبوابنا مفتوحة تماما للكل ولم تكن هناك مقاطعة، ولكن كما تعلمين يعني هناك من يرغب بالمشاركة وهناك من لم يرغب بالمشاركة، وهذه خصوصية يعني في دار نشر، لكن الغالبية العظمى من دور النشر العراقية مشاركة معنا في هذا المعرض، استثناء ربما كم دار لم تشارك بشكل مباشر، ولكن هناك الكثير الذين لم يشاركوا بشكل مباشر مشاركين بشكل وكالة أو يعني كتبوا من خلال أجنحة معينة مشاركة. طيب أستاذ عبد الوهاب، يعني اليوم ما هي أبرز التحديات التي تواجهها دور النشر يعني في يومنا هذا وفي بلداننا العربية التي يعاني يعني البعض منها من أزمات اقتصادية كبيرة وعميقة ومن غياب في الاستقرار؟ بالتأكيد حقيقة هي صناعة النشر بشكل عام في الوطن العربي وربما في العالم تعاني من مشاكل، وكما تعلمين هناك الكثير من دور النشر العالمية الكبرى أغلقت أبوابها نتيجة هذا الوضع الاستثنائي سواء اقتصادي أو غير اقتصادي، كذلك هذا ينعكس على يعني وضعنا بالعراق وبالدول العربية. لكن يعني ما نشاهده بالفترة الأخيرة هناك تحسن بهذا المجال، وهناك كثير من دور النشر بدأت تستعيد عافيتها، وخصوصا الدول التي تحظى بدعم حكومي ودعم. وهل هذا التحسن طال دور النشر العراقية بما أنكم رئيس اتحاد الناشرين في العراق سيد؟ نعم، الشيء بالشيء يذكر، يعني في حفل افتتاح النسخة الجديدة 24 من المعرض كانت هناك كلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشاع السوداني، وضمن الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أن هناك دعم خاص لدور النشر العراقيين من خلال دعم مباشر لهم ومن خلال فتح قروض مصرفية ليس فيها نسبة أرباح. طبعا هذا شيء جميل جدا أن يكون أو تكون دار نشر تحصل على مبلغ معين بدون فائدة، هذا إحدى الأمور التي
سمعناها في يوم الافتتاح يعني قبل 3 أيام، وكذلك أكيد من خلال رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية بشكل عام للدور العراقية والمهرجان الثقافية ولمعرض الكتاب، فهذا مؤشر إيجابي أن الدولة العراقية هي دولة راعية وداعمة لهكذا أنشطة التي تعمل على بناء الإنسان وتنويره ووضعه على السكة الصحيحة. نعم، يعني على أمل أنه هذه القروض طبعا يعني تساهم في تحفيز حركة النشر واستعادة عافيتها طبعا في العراق. شكرا جزيلا سيد عبد الوهاب الراضي، رئيس الاتحاد العراقي للناشرين، كنت معنا مباشرة من معرض بغداد الدولي للكتاب.